حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. سلام عليك صلوات الله.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى أهل وصحبه اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية شكر على العافية اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويحسن أخلاقنا وأدابنا ويوسع رزقنا الحسية والمعنوية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وأن الله يتقرب علينا وعلى الحاضرين يا الله بنظر وجه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وهو راض عنا يا رب العالمين ويعيد علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأعظم دعوة ما لا يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم كما بلغتنا رجب وشعبان يبلغنا رمضان ورمضان ورمضان بالصحة والعافية في الإيمان واحتسابا حتى سكن الجنة ونهديك من النار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Mari kita melantunkan lagu kebangsaan kita, hitungan ketiga dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Tadi juga kita akan sampaikan bahwa shaker water bisa diminum pula di jatah tempe Pak Cabe. Alhamdulillah. Insyaallah siap semuanya pulang dengan kabul semua hajat, sembuh semua penyakit, selesai semua masalah, banyak dan dilimpahkan rezeki oleh Allah yang banyak untuk kita. Dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua kesulitan kita, hutang-hutang kita lunas, sing ujian semua lulus, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan jodoh ini soleh solehah kabeh, amin. Dan roket chicken ke depan tambah meroket, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.